داخل هذه السيارات المحتجزات والمحتجزين. هذه الصورة والمرة لأطفال إسرائيليين مع الشبان الأولاد، كذلك أيضا يتم الآن فتح هذه السيارات التابعة للصليب في غلاف غزة. يبدو السعادة على وجوههم والفرحة بالوصول إلى الأراضي المصرية والإفراج عنهم. كذلك أيضا هذه السيدة التي تخرج معها ابنتها، وأيضا ربما تبلغ من العمر 15 عاما، إضافة إلى عدد آخر من الشباب مختلفي الأعمار، لكنهم هذه المرة معظمهم أصغر سنا من ذي قبل محمد. الآن من الأطقم الطبية المصرية سيدخلون يطمئنون على، وهذه هي الأحضان التي تتم على الشاشة من قبل المحتجزات من الصليب الأحمر والمحتجزات من الإسرائيليين. هي كلمة الوداع، وهذه السيدة المصابة ستتلقى العلاج على